أنا بدأت خماسي حديث وأنا عندي 6 سنين، بدأته بس مجرد للرياضة يعني. بابايا ومامتي كانوا عايزين يلعبوني الرياضة جنب الدراسة، ما كانش الهدف بتاعهم إن أنا أبقى يعني بشكل احترافي حتى لبعدين. بس لحد ما خلصت فترة المدارس اللي بتاعت الخماسي في نهاية طلائع الجيش، وبعدها بدأت ألعب بقى بطولات الجمهورية. أول بطولة جمهورية شاركت فيها وأنا عندي 7 سنين، خدت فيها 3 جمهورية. وبس بقى من ساعتها بقى بدأت أشارك في كل بطولات الجمهورية. بأول بطولة دولية كانت ليا وأنا عندي 15 سنة، كانت بطولة بحر المتوسط، خدت فيها أول. بس ومن هنا بقى المشوار بدأ يعني. أفضل لعبة بالنسبة لي أو أنا يعني بحبها أصلا شخصيا يعني هي اللي هو الليزر رن، اللي هو الجري والرماية. يعني إحنا عندنا الجري والرماية كومبايند إيفنت، هو اللي هو أنت بتجري وبعد كده تضرب رماية وبعد كده تجري تضرب رماية. فأنا بحب الجري عامة. السباحة برضه الحمد لله أنا مميز فيها. السلاح والفروسية هم ألعاب خبرة وألعاب محتاجة يعني خبرات كتير قوي إن أنت تبقى بتمارسها كتير، أو يعني بقالك فترة كبيرة قوي بتمارسها. أنا بدأت السلاح متأخر شوية عن كمان عن سني، يعني أنا بدأتها وأنا عندي 15 سنة، فممكن يكون الخبرة دي هي اللي شوية اللي دلوقتي اللي ناقصة شوية. بس بالنسبة لسني هي تمام يعني، الحمد لله كسبت اللي هي أولمبياد شباب، كسبت بطولتين عالم ناشئين، والحمد لله يعني في سني الدنيا كويسة. لكن الفكرة كلها بقى طبعا في مستوى الكبار، المنافسة مع الكبار طبعا الخبرات بتختلف شوية. بس برضه يعني مع الشغل ومع الحاجات اللي التمرين الزياده بتقدر تعوض يعني الخبرات دي. في الاولمبياد بس هو البطوله بتتلعب على يومين، يعني هو في العادي في كاسات العالم او في البطولات العالم البطوله بتتلعب هم على يعني سيمي فاينل وفاينل يومين، لكن في الاولمبياد هي فاينل وعلى يومين برضه. يعني السلاح بيبقى في يوم لوحده، وبقيه الالعاب اللي هي السباحه والجري والرمايه والفروسيه في يوم تاني لوحدها. لان هو السلاح دايما بيبقى هو اكبر لعبه بتاخد وقت، بتاخد يعني حوالي 2.5 ساعة، المنافسه بتاعتها بتاخد 2.5 ساعة. طبعا عشان المشاهدين وعشان الحاجات اللي بتبقى تبع الاولمبياد يعني، فعشان كده بيخلوا السلاح في يوم لوحده، وبيخلوا بقى من اول السباحه لحد الليزر كلها في يوم واحد بس. وبنبتدي الاول اللي هو بالسلاح، بتبقى بوينتس، يعني هي بتبقى بوينتس، بنبقى احنا 36 لعيب بتلعب 35 لمسه سلاح، على حسب بقى البوينتس اللي انت جبتها او كام لمسه سلاح يعني انت جبتها وكام لمسه انت خسرتها بتترتب. وتاني يوم اللي هو بقى في السباحه برضو النقط بتاعتك بقى انت نقط بتزيد على السلاح، وبعد كده بنلعب الفروسيه فالنقط بتزيد، وبعد كده بنترتب كلنا على حسب اللي هم الـ3 ألعاب الاولانيين دول. وبعد كده بنتحط في حاجه اسمها الهانديكاب ده اللي هو الاول اللي هو اعلى بوينتس، وبعد كده الثاني اللي بعده على حسب فرق البوينتس وهكذا. وبنبدا بقى الليزر رن على اساس الهانديكاب ده، يعني الاول بيطلع على الزيرو، وبعد كده الثاني بيطلع على حسب فرق البوينتس، مثلا لو 10 بوينتس يعني يطلع بعده ب 10 ثواني وهكذا. واللي يعدي بقى الفينش لاين الاول هو اللي يبقى كسبان. يعني ممكن يبقى واحد طالع فرق 35 ثانية بس يعدى الفينش لاين الأول، فهو كده عوض ال 35 بوينت خلاص اوريدي. بس بص هقول لك على حاجة، هي طبعا لازم بتبقى أنت، مش هقول إن أنت تبقى أحسن واحد في كل لعبة، بس تبقى على الأقل افريج في كل لعبة، يعني هو تبقى أنت يعني جوه البطولة ما تبقاش خارج من أول مثلا توب 10 في كل لعبة عشان تقدر تكسب في الآخر. يعني ما ينفعش مثلا تلعب سلاح وحش قوي في البطوله وكده، هيقلل لك الفرص طبعا انك تكسب، الا لو انت بقى مميز مثلا جدا في بقيه الالعاب فتقدر تعوض النقص ده. لكن دايما البوينتس العاليه قوي بتبقى في السلاح وفي الفروسيه. بس هقول لك على حاجه، يعني مثلا برضو ممكن يبقى واحد كويس قوي في السلاح وفي الفروسيه بس الجري عنده مش قوي قوي، وبتحصل كتير. يعني ممكن تلاقي واحد طالع الاول في اللي هو الهانديكاب اللي انا النظام اللي انا قلت لك عليه، بيبقى اول في الـ3 ألعاب الاولانيين، ويجي في الجري والرمايه ما يدخلش جوه ال20 اصلا كمان، فاهم؟ فعشان كده بقول لك ان هو لازم تبقى انت الـ5 ألعاب تبقى انت جوه البطوله، تبقى انت يعني تأدي في كل لعبة على الأقل انك انت ما تخرجش بره توب 10.